خلينا نشوف الأجواء من بيت الزراعة قبل ما ينضم لنا عبر سكايب مروان حيدر الخبير والمهندس الزراعي. داني اخذ سلة دفع حق اثنين بس تشجيعا للمزارع. ميرسي لك داني. ميرسي لك وميرسي لبيت الزراعة. السلة عجبتك؟ سلة بتجنن بتطعمي عيلة ويك اند كامل. انا بزرع وبعرف قد ايه انا بشتري من عنده كل شيء الفيتامين والمبيدات. مش معقول ما بيطلع لي شيء. يعني راسين بندورة طلعوا لي بحق لهالقد. شو هي؟ صحتين. يعني عن جد انت وياه لازم تكونوا بي الفقير وبي الزراعة الحمد لله وبي الكل موجود فوق. الله يخليك. الله يطول عمرك. انا جاي من سوق مصبح ما بدي شيء منهم، بس بدي اشتري ادعم المزارع اللبناني. بهالوقت لازم نقاف حد بعض. الله يكثر من امثالك مدام. ميرسي. هذه كانت ابرز الاشخاص هيك بشكل سريع. هلا رح اروح لمروان. اليوم يوم اللوبه هاتوا. صباح الخير مروان. العوافي. العوافي. يعطيك العافيه. يسعد لي صباحكم. وصباحك يعطيك الف عافيه. تمام ماشي الحال. شو قصه اللوبيه؟ نعم. والسله في عندنا سلتين مثل ما حكينا امبارح بالمقابله اللي عملناها الاحد. حيكون سله فيها لوبيه خيار بندوره وحر ولوبيه بدريه تحديدا. والسلة الثانية حيكون فيها كوسة خيار بندورة وفليفلة حلوة. نعم. يعني اللي ما بده ياخذ هالسلة بياخذ هالسلة، أو بياخذ سلة ثانية اللي ما بده يحرحر بياخذ السلة الثانية. حسب الذوق. نعم، بعد اللحم امبارح والدجاج اليوم دور القاطع لوبي بزيت أو كوسة. أهمية اللوبي بمجتمعنا. هلا اللوبي عادة اللي بيزرع لوبي بيعرف إنه إنتاجه وفير. بيقدر يطلع بيقدر يزرع لبيته وبيطلع عقونته لكل السنه لانه بيقدر يفرزها، غير انه اللوبي معروفه عالميا والدراسات انه كثير فيها مغذيات للجسم، كثير مفيده للانسان. وبذات الوقت اللوبي فينا نزرعها مرتين بالسنه، فينا نزرعها بشهر مارس وفينا نزرعها بشهر اي، يعني فينا نزرع تشرونيه مثل ما نحن بنقولها، فينا نزرع اول موسم وبدها تقريبا لثلاث اشهر لثلاث اشهر ونص لاربع اشهر بنبلش نقطف. نعم. كثير كريمه، عندنا نوعين، عندنا النوع يلي بيكون نحن بنسميها اللوبيا الاساسي يلي بتضلها بالارض، او اللوبيا البدريه يلي بتعربش، يعني ربيخه او بدريه بتعربش. النوعيه تبعها حسب نوع البذور اللي عم تزرعها، فيك تشيل البذور على ايدك وتزرعهم ثاني السنه، بننقي قرون اللوبيا اللي اوطى شيء مع الارض بنرجع ثاني السنه بنزرعهم لما نتكلف ونشتري من السوق. نعم. او بنجيبهم دغري من الصيدليات الزراعيه وبنزرعهم، او بنشوفهم شتول مثل ما هن، بنوفر على حالنا وقت بتكون الشتله عمرها تقريبا 20 يوم 15 يوم، بنزرعها دغري نحن عندنا بالارض بنكسب وقت. نعم. او فينا نجيب ثواني مثل هاي بنحط بقلبها تراب وبنجيب بذر اللوبي وبنزرعه بكل بتعرف عبدو هلا انا عم بحكيك ما بدري خبرك العجقه ورا كيف عم يسلم ولي الغراس. نعم. سلام. عم يطلع الضجه عندك. لا ماشي الحال. بلشوا من هال بكل ترو بنحط حبه اكيد مع تراب وبنسقيهم بكثير وفار. حبه مش اكثر. بس هي حبه لانه هو نوعيات 100% بيطلعوا. طيب بس في منهم بيحطوا ثلاث حبوب او خمسه بالارض بس يكون عزيز. بالارض دغري اكيد بس نزرع بالارض غير الصواني. ليش اربع خمسه مثلا؟ يعني على ايده ايه لانه اذا وحده عفنت او اثنين عفنت بيكون صار عندنا ريسك انه ما يطلع عندنا بهالشورى يلي نحن زارعينها. نعم. بنحط ثلاثه لاربع حبات اللي بيطلعوا بنخلي الحبه يلي عطت شكل قوي وبيشيل البقيه. نعم. لما بعدين ياكلوا بعضهم. هيدي فكره كثير منيحه مش غلط ابدا، هي طريقه المزارع المضبوطه. نعم. يلي عم يجيب بذور مهيشنه 100% من برا بس يزرعهم بهالصواني. عم يطلعوا من الصينيه على الارض وكل جوره حتى المزارع بالارض عم تعمل له شتله لانه هو نقلها حتى بالارض. رح نرجع للوبيا، انما قبل في عندنا سؤال عن الزعتر الاردني، ليش اطيب من زعترنا؟ حدا عم بيسال هذا السؤال. هلا حسب الطريقه تبعه وقلت له هيدي قصه سوق الطعم. نعم. يمكن انا بحس زعتر البلدي كثير طيب اكثر من كل الزعتر. بتصور قصه طعمه او قصه شلون كل واحد. نعم. عنده طريقه. سؤال ثاني، الصراصير ما عم بينقطعوا، احلى ماركات وما عم بينقطعوا، شو لازم يعملوا؟ بيكون عم يحكي تحديدا عن الصرصور الالماني جيرمان كوكروت. صرصور اصلي. الفرق بين الصرصور الكبير والصرصور الالماني الكبير، الترسول الكبير طالما ماشي على الارض بلحوي شو ما طلع قدامه بلحوي، لو شو ما حطيناله دواء رح يموت.
بينما الصرصور الصغير بنقي شو بده ياكل. مستورد يعني؟ بيطلع بالليل. لا هي فريتيه. اوكي. بده يحط له يا جل يا في نوع عجينه نحن عنا اياها بحطها. هن نوعين، يا بياكل وبيموت يا الفير بالكيس بشم ريحه الدواء وبفل. وهيدا ريحه هيدا الدواء معمول من الاسيد بوريك. الاسيد بوريك هلا تقريبا تسعر منها. الاسيد بوريك هو يلي بحطوه المدامات بالفون دو تان بالجراند الفيزاج. الصرصور ما بحب ريحته بكل منه. منيح من هلا. عظيم عظيم هيدا عظيم. كل في غالية. خلينا نوجه تحية لبلدية أنطلياس مروان لأنه عم نسمع زمامير وعجقة عندك. صح، أنا بدي وجه تحية لبلدية أنطلياس ولرئيس البلدية تحديدا أستاذ إيلي أبو جودي لأنه على طول مطول بالهم علينا وعم يساعدونا عم يحط لنا الشباب وعلى أكيد يعطيهم العافية شرطة البلدية المحل وعم ينظمون لنا الهيئة لأنه مثل ما عارف عبدو نحن عم نعمل شغلة خدمة للمزارع. فكمان رئيس البلدية مشكور جدا 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 على وقفته حتى. خلينا أذكر أنه هيدي من المزارع للمواطن للمستهلك مباشرة من دون أي ربح، يعني عم تقطع بس قطع ببيت الزراعة وتتنسق لتنوضع بالسلة. كمان الأهداف بتاعنا 10,000 شو ما كان الصنف. نعم. يعني كنا حطينا بيض وبطاطا أو لوبيا أو مثل ما بتعرف هلا بتعرف كيلو اللوبيا. يعني وليد عملنا اتيود دو مارشي برا بالسوق كله سعر اللوبيا ما عم ينزل عن 7-8,000. نحن بنبلش بقلب هي السله، عندنا كيلو لوبيا وعندنا السله مثل ما بتعرف انه سله مرتبه، شو ما اجى فوقها عم تكون بلس للمستهلك اللي عم يجي. نعم. والاستاذ وليد بده يحكي لنا شيء يمكن. تفضل وليد. تحيه اول شيء وبونجور بونجور كثير كثير وميرسي لكم عن جد. أنا بدي أقول للمزارع حالا يعني كثير من المزارعين واقفين حبنا وبدي خص الذكر السيدة كنينة تلميذتي لأنه عم بلشنا واحد عم بيخبر الثاني يعني هيدي روح تضامن بين نعم. المزارع وبين نحن والمستهلك هون نحن دورنا بنلاقي حالنا مضبوط عم نعمل رسالة فعلا بين المزارع والمستهلك بهالسبب أنا بحب وجه تحية لكل مزارع هلا عم بيحاول يتواصل معنا لحتى نوصل أفضل منتج للمستهلك. نحن دائما قلنا للمزارع كمان وليد إنه هالإنتاج اللي ما بيقدر يصدره كان عم قطع طرف ما بيقدر يقدمه يسوقه نحن مستعدين ناخذه بأسعار منيحة يعني كما هو كبه وجنفار ودوتروفار نحن بنكون عم ناخذ وعم نفيد المستهلك وعم نفيد المزارع لأنه عم يقبض حقها دغري. نعم. مش عم ناخذ بالدين يعني دغري عم ندفع له حقها. أكيد. بحب أقول كمان لاستفادة هالسلة كمان في إلى وجه إيجابي إنه صار تعرف شو بتطبخ كل يوم هذه نقطة كثير حلوة. فكرة جميل. يعني فكرة لطبخة. صح. يعني اليوم أو لوبيا بزيت أو لوبيا بلحمة أو لوبيا متبلة أو كوسة محشي. بس بكرة بيض وبطاطا. مش غلط. مش طيب. غلط. قبل ما نتابع كمان مروان الزيتون راسه عم ييبس وبهر شو السبب؟ الزيتون لما ييبس راسه راس الورقة هيدي عدة الزيتون الموس هي عدة الزيتون أكيد في دواء لها بده يرشها على مراحل كل 4-5 أيام مرة لحتى يقضي على الحشرة يستحسن إنه يرشها وقائيا بعد ما يتعامل حبة اتحبت العدس نبلش الريش حتى ما تتكاثر عدس الزيتون وتاكل ورق بتلاقي الورقه شكلها مثل المنخل يعني متاكل من المرتين متروك بقلب الجذور الكريمه هيدي عدس الزيتون. نعم. طيب الصرصور الصرصور الالماني له دواء خصوصي او ديمول؟ ما في شيء بقى اسمه ديمول. ديمول هي ماركه قديمه منعت لاسباب انه ما بتتفكك بتاذي الانسان بتضلها بالتربه. ما في شو دواء اسمه ديمولي من رش في البيوت او مشتقاته دواء الصحه العامه بابليك هيلث برودكت او برودوي سانتيبيك للبيوت الديمول مشتقاته اللي هو منه موجود بس اللي مشتقات تشبه الديمول هي للبستان دونك هون بدنا ننتبه انه ما نخلط دواء البستان نرشه بالبيت بنضل نتنشقه وبيعمل لنا امراض بدنا ننتبه على الشغله جدا 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 طرق خاطئه بالزمانات يعني وكانت الناس تضر صحتها وتصححت هذه الامور ما كان في توجيه زراعي كثير واسع نعم كان نقطه صغيره من اي دواء بستان بترشه بالبيت بتعلك بتصير على فتره طويله بس بنكون نحن بذات الوقت عم نتنشقه مثل الاميونت وما بيروح من بيتنا بالهين طيب عشان هيك بدنا ننتبه في شراء من اليوم خط ساخن يتصلوا فيه ليحجزوا لان عندي هذا السؤال 03 03 نعم 00091 0
لكن 03-00-09-10 هو الرقم يلي فيكم تحجزوا عليه هلا حتى تحفظوا السلال لانه بلشت بشكل سريع تنطلب. البندورة اللي بيطلع كعبة اسود شو لازم ينعمل لها؟ البندورة يلي من تحت بتبقى مضروبة بتبقى عاملة مثل بقعة، نعتبر هيدا راس البندورة، بتبقى عاملة هيك من هون تاش كلها سوا بني، هيدا مونك دو كالسيوم بده يرش لها كالسيوم بالشبة. وثاني سنة ما يزرع بالزيت بالارض، يعني خليه يعمل مثل دورة زراعية عنده. نعم. يغير محل الارض وبده يرش كالسيوم ورقي احسن ما يحط كالسيوم بالارض، بده وقت كثير للامتصاص. طيب للحشرات اللي كنا عم نحكي عنهم الصراصير تحديدا، قال في ناس بيرشوا ماركة معينة من الصابون يلي بيستعملوه للجلي بكيس بيكون، مزبوط؟ صابون ما بيأثر على السرسور، بالعكس عم بتنظف له المحل تيجي جذرة عم تعطيه بيئة حلوة يعني. صحيح. يحط له دواء خصوصي للسرسور الألماني، للسرسور الغير تحديدا يلي كنا عم نحكي عنه، أي صيدلية زراعية أكيد عنده أو في توجه لعنا على بيت الزراعة وأهلا وسهلا. شو بعدنا نحكي عن اللوبيا اليوم قبل ما نختم؟ اللوبيا بتنزرع على مسافة 40 سنتي بين الوحدة والثانية، يستحسن إذا حدا عنده جنينة تقي بنظام الري بالتنقيط لحتى يكون عم يعطيها حاجتها على الأرض من الماء وتكون عم تكبر الشبكة بطريقة منيحة، لأنه إذا نحن عم نزرع اللوبيا بتتحمل عطش، يعني إحنا إذا عم نزرع وعم نسقي ماء بالجر عم نخسر ماء كثير، ويمكن ما تستفيد اللوبيا إذا اليوم عنا ماء واليوم ما عنا ماء. يستحسن ري بالتنقيط ونمشيها فترات قليلة على كميات كثيرة بفترات طويلة. يعني اليوم إذا كنا عم نسقي يوم إيه 6 أيام، لا نعطي كميات صغيرة ماء ونقرب الفترات الآية تكون على الأقل، لأنه نقطة الميز تبع الإيريجيشن لما بتشوفها هاي النقطة اللي فوق دي بتعطينا مثل شكل بالون من تحت، يعني بتكون مغطية كل الجذور، كيف نفتحها 7 دقايق بنكون عاطينا كمية الماء اللازمة لشكل الجذور. أكيد بدنا ننتبه بس على الحشرات. بدنا نرش وقائيا، بيجي عليها الأكاروز، بيجي عليها الفطريات، بيجي عليها المن، بدنا نرش وقائيا، ودائما دائما اذا فينا نستعمل الكبريت تعفير الاصفر وقائيا لانه بهشل الحشرات وبيحمينا من الامراض الفطريه، بيكون احسن لنا وللاشخاص اللي عم يبيعوا اللوبيا، بيكون كميه الادويه اقل بقلب اللوبيا. عندنا سؤال من الاقبيات تحديدا من جورج هلال بيقول عن الفرفور الابيض على الزريعه شو لازم ينعمل؟ الفرفور الابيض عادة الريبرودكسيون تبعيته سريعة، تكيستر تبعه سريع وبيعمل مناعة على كل دواء بترشه. يجلي إذا بدنا نرش خلينا نستعمل مادة فعالة اسمها أسيتامبريد، بيرش بيبقى مكتوب عليه قد إيه، بحط تقريبا 10 جرام ل 20 لتر أو 5 جرام ل 20 لتر حسب التركيز تبع الأسيتامبريد، بده يرش كل 4 أيام على 4-5 مرات ليقضي عليهم قبل ما يبلش ينتج ويقضوا. وقت القطف يبقى في فترة التحريم اللي هي 7 أيام حسب التركيز تبع المادة، بيقطف بيرش وبينطر 6-7 أيام بيرجع بيقطف عن الشيء وبيرجع بيرش. شكرا لك، شكرا لك مروان حيدر، يعطيك ألف عافية المهندس والخبير الزراعي، شكرا لك، لقاءنا بيتجدد بكره وانت كمان.